نور، رح نبدا صباحنا اليوم مع عالم الجمال والموهبه والابداع مع صبيه متميزه قدرت من خلال طبعا موهبتها وابداعها ورسماتها والميك اب الخاص فيها انه تحاكي الراي العام ومشاكل المجتمع وتوصل قضايا مهمه. الصوره الاخيره يمكن اخذت كثير صدى على السوشيال ميديا وهي صوره مهداه من دمشق الى القدس. اليوم رح نعرف تفاصيل اكثر ونعرف عنها الصبية المتميزة. أكيد معنا فرح خير خبيرة مكياج. يسعد صباحك. كل عام وأنت بخير يا فرح. كل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم حلو. أنتم كل مين عم يشوفنا كمان حبيبتي. ميرسي لك. شكرا كثير. كنا عم نحكي يمكن تحت الهواء عن قديش فن يمكن له رسالة خاصة. لما نقول ميك اب وجمال ومكياج كثير من الناس بتقول إنه يعني انه عم نحكي عن الميك اب انه شو الجديد. صحيح. انت غيرتي هذا المفهوم نوعا ما اليوم لما نقول ميك اب. لا، في لوحه فنيه عم تنرسم من خلالها عم يكون في رساله موجهه. صحيح. استثمار اذا فينا نقول الفن بطريقه كثير هادفه، هذا اللي عم تشتغلي عليه اليوم. صحيح. واخذ اخر لوحه كنت وجهتيها للقدس لكل قلوبنا معهم، يمكن عملت ضجه كثير كبيره على السوشيال ميديا. خلينا نحكي عن هي اللوحه، نحكي عن هي التفاصيل. اول شيء الميك اب انا بوجهه نظري الخاصه من سابقا من قبل ما حتى احترفه كان عندي نظره له بانه هو فعلا سلاح قوي كثير بيقدر اي شخص انه يتحكم فيه. صحيح. دائما كان عندي نظره احساس داخلي انه انا لازم وجهه بطريقه هادفه يصل للمجموعه الاكبر يعرف فتيحه، وهذا اللي صار. يعني مبدئيا فعليا هذا اللي صار لما انا حبيت انه اطلع افتح صفحتي وكون يعني للعلن. هلا النقطه اللي بدي ركز عليها بانه موضوع الرساله الهادفه، انا دائما عندي بحس عندي كلام لازم اقوله، عرفتي؟ فانه انا شو الطريقه اللي بدي اقوله، ما عندي طريقه اعبر فيها غير هي الطريقه الفنيه اللي انا بقدر بشتغلها واللي هي ادواتي بالنهايه. فاليوم قدرت لاقي الرابط بين مهنتي الاحترافيه وبين رسالتي الانسانيه اللي حابه اوصلها عن طريق هالتعبير بهي المواد اللي هي عن رسم بالجسم طبعا، ويعني بشكل عام مشروع كامل هو بيبقى اكسسوار مع رسم، مشروع كامل يعني اللوك. عم تجسدي يعني راي عام كامل وخاصه مثل ما قلنا باخر صوره. وكمان بتذكر وقت حرائق الساحل السوري كان كمان لك كمان رسمه خاصه. صحيح. للحرائق اللي صارت بالساحل السوري. كمان خبرينا اليوم قد ايه مهم خبرتك مثل ما قلنا بالميك اب توصلي مثل صورة فنية رسالة. دائما بنعرف انه الفن. صحيح. هو مؤثر اكثر من الكلام احيانا. صحيح. يعني الصورة بتعبر عن كثير من الكلام او بتوصل لكل العالم. الفن. صحيح. عابر للقارات مثل ما بيقولوا. فخبرينا هاي النقطة اللي بدي بلش فيها من اخر لوك انا عملته اليوم. طبعا بدي وجه تحية لكل الشعب الفلسطيني. نحن كشعب سوري دائما عندنا ارتباط عاطفي مع القضية. صحيح. الفلسطينية، وهذا الشيء بيأثر عاطفيا وضمنيا معنا كلنا كسوريين. صحيح. ومن هالنقطة أنا حبيت أطلع برسالتي، وهي أساسا يعني هي عبارة عن مشاعر ساقتني لأطلع بهذا المشروع اللي أنتم شفتوه مؤخرا. وحتى الشعر اللي ربطته مع الصورة هو شعر بيأثر بكل سوري لأنه كنا ناخده ونحن أطفال بالمدارس. نحن هيدا اللي ربينا عليه. تماما. يعني نحن ربينا على فلسطين وداري ودارنا وقصاري أول شيء حفظناه. تماما. فإذا في ارتباط عاطفي شديد. صحيح. مع القضية الفلسطينية، وهذا الشيء ما بنقدر نحن نشوف موقف مثل اللي عم نشوفه هلأ ما نقدر نعبر فيه. الوسيلة مثل ما قلت لكم كانت هي عن طريق أدواتي المتمكنة منها أنا فيك تقولي بفكرة بسيطة أقدر أعبر فيها عن ألمنا وصبرنا وقوتنا بذات الوقت. يعني نحن عنا خليط من المشاعر ومنشوف نحن الشعب الفلسطيني هو شعب صامد، فالصورة كانت لازم تحكي عن التحدي اللي هن بيمتلكوه يلي نحن اساسا بنتغذى عليه. خاصة انه انت مثلا حاطة ايدين وكأنه القدس بقلب كل حدا شريف والدموع هي دم. صحيح. يعني انه نحن عم نبكي دم عليه عم بصير، ولكن نحن متحدين. تماما. صحيح. تماما. نظرة التحدي. فهي اجت الفكرة بهالطريقة وقدرت انه طلعها. طبعا النقطة اللي بدي اقولها كثير مهمة انه اي مشروع مثل هذا اللي ان كان حرائق دمشق مثل ما تفضلتي زينة، ولا ان كان عم نحكي عن الصورة الأخيرة، هو شيء بيرتبط باحساس انساني بحسه. صح. اوقات كثير بيجي بطلع بالمشروع يعني ما بقول ما رح انشره لانه خليه شخصي بيني وبين حالي، ولكن اهلي دائما بيدفعوني انه لا انشريه وشاركيه مع الناس.
بتطلع من الحقيقه بتلامسيها. هي التقنيات بالميك اب كيف طبعا يعني بتقدري ترسمي كانه لوحه فنيه، يعني انا ممكن اعمل معرض واحطها بوس تحسيها فعلا هي تحفه فنيه. تمام، مثل ما قلت لك قبل نحن بنشتغلها على اساس مشروع قائم، يعني ما بيركض انا رجعني قلبي بعدين بمحي يعني هو ما بينجح بدون عنصر منها، هي مجموعه عناصر لازم تتشكل ليطلع اللوك. مجموعه العناصر بترتبط بفكره برساله ضمنيه، طبعا هذا انا على اللاين المشروع اللي بيخدم مشروعي الخاص اللي هو اسمه من سوريا الى العالم، وهلا بحكي لكم عنه. فانا عم بحكي عن نفسي، فانه قد ايه بتاخذ وقت معك شغل تقريبا؟ بياخذ وقت كثير الشغل، لانه في تقنيات عاليه، في دقه، في مواد بتنطريها لحتى تنشف، لحتى تقدري تطبقي فوقها مواد ثانيه، لحتى تقدري تاخذي التقنيه الثلاثيه الابعاد اذا بدي اوصفها يعني، او الاقرب للواقع او الاقرب للفوتوشوب مثل ما بتوقعوا. فهو بياخذ وقت، يعني مثلا 6 ساعات ونص عمل متواصل، يعني ما نزلت الريشه من ايدي 6 ساعات ونص، طبعا مجهد جدا يعني، بس اكيد يعني النتيجه بتكون دائما. هلا هي الاليه فرح فيها فوتوشوب فيها تعديل اطلاقا اطلاقا، هي الرسم هي الاليه تبعه، انت بتظهري الرسمه كانه هي شكل ديزاين معمول كفوتوشوب، يعني اليوم نحن عم نستعمل تقنيات الميك اب لحتى نكون فوتوشوب حقيقي. تمام، نحن عم نشوف احيانا بعض خبراء التجميل بيعملوا شخصيات معينه، صحيح، بيوصلوا هدف معين من خلال تقليد الميك اب، يعني الميك اب قد ايه مؤثر اليوم بغير من طبعاً ملامح وجه. طبعا فقد ايه حلو اليوم انه انت فرح عم تستغلي هي القصه برسم شيء انت عم تحسي فيه، مثل ما قلنا في صعوبه عاليه زينه، لانه نحن اليوم في تضاريس بالجسم. طبعا لما بدنا نشتغل شخصيه كرتونيه او بدنا نشتغل اي رسمه مثل الرسمه النهائيه الاخرانيه اللي كنا عم نحكي عنها، اليوم في عندك تضاريس معينه بدك تمحيها، فانت الخطوط ممكن تكون على الواقع متعرجه، ولكن انت بدك تاخذيها بزاويه معينه ليطلع الخط مستقيم، فانت فعليا اللوك عم بتصوريه اكثر من 10 مرات وانت عم تنتجي لحتى تاخذيه بالصوره الحقيقيه مثل ما عم يشوفوها، بس اذا بتفتلي 5 سم بتغير المنظور، فبالتالي كثير هي صعبه طبعا، وانك تمحي تضاريس حقيقيه بالبشر يعني هي شغله صعبه. جميل جدا، وبتحمل تقنيات عاليه. اذا فينا نقول اللوحات والتقنيه في رساله، في فن، في موهبه سوريه، دائما عن موهبه سوريه بنسلط الضوء عليها بصباحنا، غير بنتفاجئ بالامكانيات اللي عندكم. خلينا نحكي عن مشروعك من سوريا الى العالم. شو هو هذا المشروع؟ لوين حابه توصلي؟ والهدف الاساسي له؟ الهدف الاساسي له مثل ما قلت لكم بدايه، انه دائما عندي رساله حابه صوت بدي اقوله عن طريق هالادوات اللي عم عبر فيها. بفكره مشروع اسمه من سوريا الى العالم، بلش بلوحات تراثيه، لوحات بالمكياج طبعا، تراثيه لها علاقه بدمشق القديمه وحلب، قلعه حلب، وما زال مستمر، وبينزل ضمنه طبعا حرائق دمشق للاسف، يعني كانت مواكبه للحدث بس والا هي ارتبطت عاطفيا معنا، وكمان الاحداث الاخيره اللي صارت بمصر العلاقه بموكب المومياوات كان كثير مؤثر، احتفاليه مؤثره عربيه ما قدرت كمان ما وثقها، وكمان كانت بتندرج تحت مسمى من سوريا الى العالم. هدف من سوريا الى العالم هو تصحيح البوصله الحقيقيه عند الشباب، لحتى حقيقه هي الرساله انا حابه اقولها، لحتى نوعيهم اكثر عن تراثنا نحن كسوريين قديش عميق. نحن اليوم تراثنا وتاريخنا هو اساسنا، واثبات هذا الشيء الحدث اللي شفناه بمصر، قديش هن كثير مستمتعين كانوا بتراثهم وتاريخهم، فنحن من حقنا كمان انه نشوف حالنا بهالنقطه، فهو توعوي، يعني توعوي تراثي صافي اكثر. حلو فرح انه يكون عندك هذا، خلينا نقوله شغف بايصال رسائل انسانيه توعويه ثقافيه مثل ما قلنا، خاصه انه نحن بلد يعني غني بالحضارات والثقافه، تلاقي كل منطقه لها ثقافه وحضاره معينه، ونحن فينا نستفيد من هذا الشيء لنوصل حضاره العالم كمان. بنفس الوقت فرح، مثل ما في انتشار للسوشيال ميديا وللرسائل والفعاليات اللي عم نشوفها المجتمعيه، في دائما بين الايجاب إيجابي وسلبي، وفي بتعرفي يعني مواقع التواصل هي منصة للتنمر بعض الأحيان بأي غلط بسيط، قد عندك حساسية بهذا الموضوع؟ قد عم تنتبهي لهي النقاط؟ كيف عم تتعاملي معه؟ لكون صريحة أنا من المحظوظين اليوم، بدي وجه رسالة كثير حلوة وشكر لكل مين بتابعني ولكل كلمة بيقولوا لي إياها، أنا كنت من المحظوظين حقيقة مع المتابعين اللي كانوا على السوشيال ميديا، وكان دائما كل التعليقات إيجابية، وعلى فكرة هي دافع ودعم كثير كبير لإلي، حتى في شير يعني أنا مستمتعة
جدا وهن صاروا حالة حب بالنسبة لي يعني. شكرا كثير يعني فعلا أنا محظوظة بهذا الشيء. طبعا السوشيال ميديا اليوم يعني عالم خطر جدا وسلاح ذو حدين، بس أنا عندي وجهة نظر إنه اليوم لما أنت عم بتقدمي شيء هادف ما ممكن يجي ينتقدك شخص. المحتوى شغلة أساسية. صحيح. أي شخص حابب إنه يقدم شيء بدون انتقاد فهو لازم يركز على المحتوى. ونحن نملك مواهب كتير، نحن السوريين مثل ما تفضلتي نملك مواهب كتير، عنا شباب وبعد عنا حقيقيين عندهم قوات. نحن شبابنا بيتميزوا بتعدد الأدوات والإمكانيات. إذا بيوصفوها بالطريقة الصحيحة كمحتوى أكيد ما حيلاقوا في صدى سلبي. السوشيال ميديا انت استثمرتي الجانب الايجابي لتقدري يمكن تستمري بمشروعك وشغلك. خلينا بالختام، احنا سعيدين اكيد فيك. انا سعيده اكيد. كلمه اخيره بتحبي تقوليها وشو مشاريعك القادمه؟ يعني في بعض اللوحات كمان حابه. اكيد اكيد استمراريه دائمه رح يكون طبعا من سوريا الى العالم مستمر، وان شاء الله هيك بتشوفوا كل اللوحات اللي حتنزل ضمن هذا المشروع، واكيد ضمن المشاريع اللي انا بقوم فيها العلاقه بالمناسبات الاجتماعيه العامه واللي بتخدم اعياد وغيرها وشغلي العادي. اما بالنسبه للرساله بدي سلام، يعني برجع بشدد وبقول انه اهم نقطه نحن الشباب السوري بنملك كل الطاقات الايجابيه نوظفها بالمحتوى الصحيح لنقدر نوصل للصوت، نوصل صوتنا للناس بطريقه صحيحه على السوشيال ميديا اللي هو صار اليوم سلاح الكون يعني. اكيد فرح، نحن كثير انبسطنا انه كنت ضيفتنا لليوم وكنتي هيك عبر اثير الاخباريه السوريه، ومبسوطين اكثر بانه فرح لك من اسمك نصيب، يعني عم تنشي ثقافه وفرح ورسائل توعويه ومجتمعيه، وشو حلو هيك يكون في انثى بتمثل سوريا بتنشر جمال وحضاره وثقافه. موفقه يا فرح، ان شاء الله بنستضيفك بمشاريع ثانيه. شكرا كثير. شكرا ناطرين انا ونور الميكرو. اكيد اهلا وسهلا كل سنه وانتم سالمين. سنه وانت سالمه. فرح الخير خبيرة التجميل، شكرا لوجودك معنا. ان شاء الله بس ما بنشوفك هون، بنشوفك كمان على مستوى العالم وبكون لك انجازات كمان مهمه نستضيفك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا شرفتي. اما هلا زينب بننتقل مادتنا التاليه. من طرطوس فقد افتتح المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بالمحافظه سوق المهن اليدويه الدائم على الكورنيش البحري للمدينه. التفاصيل مع مراسلنا بطرطوس محمد حسن. لاتحاد الحرفيين بطرطوس.